نحن نطمح ونسعى ونعمل كلا من موقعه لإعادة هيبة الدولة وفرض القانون على كافة المستويات، فالإصلاح واستحقاقه الوطني يتطلب توفير المناخ السياسي المساند لذلك، وهو أمر لا يمكن تحقيقه من دون إرادة سياسية جادة في إجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بعيداً عن سطوة السلاح والتزوير والتلاعب، ويضمن للشعب حقه في تقرير مصيره ومستقبله بنفسه بدون قيمومة أو تدخل، والانطلاق نحو معالجة الخلل البنيوي القائم في المنظومة السياسية الحالية. نعم، أمامنا الكثير من التحديات، لكن هذا واجبنا وأقل ما يمكن تقديمه للدماء الزكية التي أريقت نحو طريق الإصلاح وبناء الدولة وإعادة هيبتها من جديد. يقيناً لا مجال للتراخي أو التهاون في محاسبة الفاسدين والمعرقلين لجهود إعادة بناء الدولة، دولة مقتدرة ذات سيادة كاملة غير منقوصة، قادرة على فرض القانون وقادرة على خدمة المواطن وتسخير موارد هذا الوطن لمواطنيها.